نروح لاخبار نادي الزمالك. مسؤولي نادي الزمالك عاوزين يتعاقدوا مع اسلام جابر لاعب وسط فريق الداخليه المعار من فريق مصر المقصه لنهايه الموسم. وفي رغبه من مسؤولي القلعه البيضاء في توقيع اللاعب في حاله طبعا توصلوا للاتفاق، لان اسلام جابر ممكن يكون هيشارك مع منتخبنا في بطوله امم افريقيا واحتماليه تالقه، لان هو لعيب كويس جدا جدا وممكن يتلقى عروض خارجيه. فالزمالك عايز يلحق ان هو يتعاقد مع اسلام جابر، واحد من اللعيبه المهمين جدا في الدوري المصري. حاليا بقى ايه موقف مصر المقصه من بيع اسلام جابر؟ عرفنا من مسؤولي المقصه ما عندهمش مانع من بيع اسلام جابر الموسم اللي جاي لاي نادي عاوز يضمه في حال ارسال عرض رسمي، لكن هم بيفضلوا طبعا كالعاده مصر المقصه بيعرف يسوق لعيبته كويس جدا، اعلى عرض مالي هيوصل للنادي عفوا ووكيله هيشوف كمان العروض الاوروبيه عشان يقرروا ايه اللي هيحصل مع اسلام جابر. مصطفى محمد المتالق في الفتره الاخيره والمعار لفريق طلائع الجيش لنهايه الموسم تلقى اتصالات هاتفيه من احد اعضاء الجهاز الفني في النادي وهنأه على المستوى اللي ظهر بيه في الفتره الاخيره، وقال له يعني يستمر في التالق دوت عشان احتماليه كبيره جدا نشوف مصطفى محمد في نادي الزمالك الموسم القادم، لانه نال اشاده كبيره جدا من جروس المدير الفني للزمالك في الفترات الاخيره متالق وبيحرز اهداف كتير جدا. مصطفى محمد واحد من المهاجمين الواعدين في الفتره اللي جايه مع منتخبنا الوطني ومع نادي الزمالك. طيب جروس المدير الفني لنادي الزمالك اعلن قائمه الفريق اللي هتقابل سموحه غدا ان شاء الله في الجوله 24 لمسابقه الدوري اللي هتتلعب بكره على ملعب بيتروسبورت. تضمت حراسه المرمى محمود عبد الرحيم جنش، عماد السيد، بهاء مجدي، عارفين ان احنا عبد الله جمعه هيكون خارج القائمه، بهاء مجدي، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حازم امام، حمدي النقاز، كاماتشو وطارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمود عبد المنعم كهربا، وابراهيم حسن، يوسف اوباما، احمد زيزو، ومحمد ابراهيم بيدخل القائمه، وفي الهجوم عمر السعيد وخالد بوطيب. طيب نروح لبعض الاخبار.